يغلق قصر بعبدة هذا العام أبوابه في وجه الاحتفالات الاستقلالية. في بعض المحطات السابقة لم تمر هذه المناسبة بشكل طبيعي أيضاً. ففي 22 تشرين الثاني من عام 1989 رئيس الجمهورية رينيه معوض لم يستطع تقبل التهاني في القصر الجمهوري، استعاض عن ذلك بتقبلها في السرايا الحكومية. فالقصر الجمهوري يقيم فيه الجنرال ميشيل عون مع عائلته. في لبنان في ذاك الوقت حكومتان، واحدة انتقالية برئاسة عون وحكومة أخرى برئاسة سليم الحص. هذا التاريخ سيصبح وبعد دقائق من حفل الاستقبال ذكرى لاغتيال معوض بسيارة مفخخة. المحطة الثانية 22 تشرين الثاني 1992 رئيس الجمهورية الياس الهراوي ورئيس مجلس النواب نبيه بري يستقبلان المهنئين، لا ثالث لهما. فرئيس الحكومة رفيق الحريري التحق بعيد الاستقلال متأخرا ليأخذ الصورة التذكارية في بعبدة. بعد 10 سنوات يعود بري ليحيي الذكرى ثنائيا مع الرئيس إميل لحود. الحريري يمضي عيد الاستقلال في فرنسا ويفتقده مجددا العرض العسكري وحفل الاستقبال. 22 تشرين الثاني 2005 الرئيس فؤاد السنيورة جنبا إلى جنب مع لحود وبري على الرغم من الخلافات الحادة إثر اغتيال الحريري. شخصيات 14 أذار غابت عن بعبدة لتحضر حول الضريح. أما في عام 2007 فبعبدة تتجهز لفراغ دام 6 أشهر عشية انتهاء ولاية لحود. جرى حصر الاحتفالات والاستقبالات بلقاءات وداعية للرئيس مع العاملين في القصر. قصر ينتظر سيده المقبل واستقلال ينتظر من يثبته في نفوس اللبنانيين.